أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل في شرح مقرر التحكم الآلي، ونحن في الشابتر الثاني، بلوك دايجرام ريدكشن تكنيك اند سيجنال فلو جراف. وبالتحديد نحن نناقش يعني السيجنال فلو جراف، وهنا سنتكلم على قانون ميسون أو ميسون رول. يعني فرضا أنه عندي مثلا سيجنال فلو جراف، input R، node branch، node ثاني branch، node ثالث branch، node أخير output مثلا هذا C. عندي هذا feedback minus 1، هذا feedback ثاني مثلا minus J، like this for example. It's an example. ويعني المطلوب هو how to find the transfer function C of S تقسيم R of S، نسميه transfer function. ميسون يعطينا هذا القانون، C of S على R of S هي sum from K to 1 إلى N PK delta K على delta. وهنا سنحاول أن نعرف، ولابد أن نفهم كل يعني عنصر في هذا القانون، PK والدلتا K والدلتا. وهنا سنستحق يعني ما كنا شرحناه في السابق من نود، من باث، من لوب، من تاتشينج لوب، نون تاتشينج لوب إلى آخره. أولا الآن هو number of path from input to output، يعني الآن هو عدد المسارات المباشرة من الانبوت وصولا إلى الاوتبوت. وهنا لابد أن نأتي بكل المسارات المباشرة. فرضا عندي مثلا 5 مسارات وكنت نسيت واحد، يعني طلعت 4 بس، هنا يكون القانون يعني خاطئ. لازم تكون عندي كل المسارات المباشرة من الانبوت إلى الاوتبوت. البي gain of the kth، يعني الباث رقم كي from input to output، يعني مثلا ال P1 هو gain path 1، ها ال P2 هو gain path 2 إلى آخره. ثم أنه الدلتا، الدلتا سنناقشه، يعني هذا هو يعني قانون الدلتا، سنأتي إليه لاحقا. ثم الدلتا K هو factor of the kth path. بكل بساطة يعني بالنسبة للدلتا كي، قانون كيف هو 1 minus بين قوسين non-touching loop with path k. يعني الدلتا 1 هو قانونه 1 ناقص non-touching loop مع الباث 1. الدلتا 2 مثلا هو 1 ناقص بين قوسين non-touching loop with path 2 إلى آخره. أما بالنسبة للدلتا فقانونها هو كالآتي. أولا نلاحظ عندي ماينس بلاس ماينس بلاس، وكل مرة عندي أقوس. القوس الأول إيش فيه؟ فيها sum of all different loop gain، يعني عندي اللوبات كنت جبتها من السيجنال فلو جراف، القوس الأول فيها مجميع كل loop gain بلاس. ثم نفتح القوس الثاني، إيش فيه القوس الثاني؟ sum of gain products of all combinations of two non-touching loop. بمعنى ايش؟ بمعنى مجاميع ضوارب كل حلقتين غير متماستين. ثم القوس الثالث بالماينس، ونفتح الاقواس ونقول هو الجين برودكتس اوف all كومبينيشنز اوف نون تاتشينج 3 نون تاتشينج لوبس، بما معنى يعني مجاميع كل ضوارب 3 حلقات غير متماسه زائد مجاميع ضوارب كل 4 حلقات غير متماسه الى اخره. هذا هو يعني بصفة عامة قانون ميسون، والذي يستعمل في استخراج الترانسفير فانكشن لما نكون بصدد يعني مسألة فيها سيجنال فلو جراف. Thank you very much for your attention.